الله ان شاء الله ربنا بيزيد الخير يا حاج والله هديك الدنيا. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذه الصدقة الجارية مثل هذا المقام وهذا المكان. هذا المقام بيت الله سبحانه وتعالى صدقة جارية. فيا من بني أدرك أن لك به أجر الآن، وكل من دخله لك به أيضا أجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى قيام الساعة يبقى جريان الخير عليك تلقاه عند الله سبحانه وتعالى يوم نلتقي جميعا بالله عز وجل.